معناه ان شعور الانسان واحاسيسه عماله تطلع وتنزل تطلع تنزل تطلع وتنزل في خلال اليوم زي الرولر كوستر او زي قطار الموت. الوقت مش حان ان انت تقول لنفسك الوقت حان اليوم ان انا اتحكم في شعوري واحاسيسي، الوقت حان اليوم ان انا اقرر مصيري، اقرر احس ازاي، اقرر افكر ازاي، اقرر اعتقاداتي عامله ازاي، اقرر يقيني عامل ازاي. لان طالما انا المسؤول عن عقلي اذا فانا مسؤول عن نتائج افعالي. والنهارده يكون في قرار جديد، القرار ده انك تتحكم في شعورك واحاسيسك. هل يا ترى جالك في يوم من الايام خسرت صديق بسبب الشعور والاحاسيس السلبيه، او خسرت مثلا فرصه معينه بسبب الشعور والاحاسيس السلبيه؟ هقولك حاجة، هل ممكن تبقى قاعد وعادي جدا وبعدين فجأة تلاقي نفسك حاسس بإحساس سلبي؟ إيه السبب؟ وتكون ما عندك السبب مش عارف جاي منين، أو يكون عندك قلق من المستقبل. على فكرة لو حسيت بإحباط، الإحباط بيجي من الماضي، بعد كده بتفكر في الماضي، بتفكر في تجربة سلبية وتحس فيها بإحباط. القلق بيجي من المستقبل، إن حاجة لسه ما حصلتش بتفكر فيها مستقبلا وبعدين بتحس بقلق في المستقبل. لو كان عندك الاثنين، عندك إحباط من الماضي وعندك قلق من المستقبل، تقف في الوقت الحاضر وعندك اكتئاب. فمعنى كده ان لو خيرت في الماضي وحسنت في المستقبل ممكن الاكتئاب يروح. تعرف انك تتحكم في شعورك واحاسيسك دي في منتهى البساطه، وهنتكلم مع بعض دلوقتي في ازاي ممكن تتحكم في شعورك واحاسيسك باكتر من طريقه. خليني اقول لك دلوقتي حاجه، لو انت حاسس باحساس سلبي او احساس ضعيف واسال نفسك هل هو ده الاحساس اللي انا عايزه؟ هتلاقي الاجابه طبعا لا. طب انت عايز ايه؟ هتلاقي عايز احساس ايجابي. طب عايزه ازاي؟ اول ما تفكر عايزه ازاي هتفكر في الاحتمالات، هتفكر في الموارد، في المصادر، ازاي ممكن تتحسن عشان تحقق اهدافك. هو ده الغرض. دلوقتي عايز اقول لك حاجه، لو انت مثلا كان عندك احساس سلبي جدا ومتضايق جدا، متضايق من ابنك او من بنتك او من زوجتك او من زوجك او من حد في العمل، وبعدين التليفون يرن، وبعدين يجي لك مثلا صديق ما كلمتوش بقالك سنين، يا ترى هتتكلم معاه بنفس الشعور والاحاسيس؟ طبعا لا، تلاقي نفسك اختلفت تماما. ايه اللي حصل؟ تركيزك اتغير، ركزت في حاجه ثانيه خالص. يعني معنى كده ان اي حاجه تركز عليها بتاثر في شعورك واحاسيسك، وطبعا ده مظبوط جدا وده من قوانين العقل اللاواعي هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. فنيجي نشوف ازاي ممكن اتحكم في شعور واحاسيسي. في طريقتين اساسيتين. اول طريقه بنسميها التمثيل الداخلي. التمثيل الداخلي اللي هو الطريقه اللي بتكلم بيها نفسك. يعني مثلا احنا اتكلمنا قبل كده عن التحدث مع الذات. لما انت بتكلم نفسك بتكلم نفسك ازاي؟ لان مش ممكن الشعور والاحاسيس تعلى من غير التحدث مع الذات، من غير صوت داخلي يطلع معاه الشعور والاحاسيس. يعني معنى كده ان انت لو قدرت تتحكم في شعورك واحاسيسك عن طريق الكلام حياتك تتغير تماما. الحاجه الثانيه انك تتحكم بنسميها الفيزيولوجي، اللي هي تحركات جسمك وتعبيرات وجهك وتنفسك. لو انسان مثلا تعبان نفسيا، خليك معايا، كتافه فين؟ فوق ولا تحت؟ هتلاقي كتافه تحت. وجهه تعبيراتها عامله ازاي؟ تعبيراتها مكشره. تنفسه عامل ازاي؟ تنفس ضعيف. وحد بالحاله دي يكون بيكلم نفسه ازاي؟ هتلاقيه بيكلم نفسه اللي هو التمثيل الداخلي بطريقه سلبيه وبطريقه ضعيفه. يعني لو غيرنا الفيزيولوجي او لو غيرنا تحركات الجسم نحرك كل حاجه تماما. واحد جاي لي مره عندي في العياده في مونتريال وقال لي دكتور انا تعبان نفسيا تماما. قلت له رائع، بتعملها ازاي دي؟ قال لي نعم بعملها ازاي. قلت له هو جسمك فين؟ قال لي هنا. وعقلك فين؟ قال لي هناك. قلت له عايزك توريني دلوقتي، عايزك تعلمني، تعال هنا في الكرسي بتاعي وعلمني ازاي يجي لي احباط. عايزك تعلمني اعمل ايه بكتافي؟ احطهم تحت؟ اعمل ايه بوجهي؟ احطه تحت؟ اتنفس ازاي؟ تقريبا ما بتنفس. اقول لنفسي ايه؟ انا عندي احباط. قلت له عندك حق تماما، انا عندي احباط تام دلوقتي بالاستراتيجي بتاعتك، تعال نغيرها دلوقتي. عايزك تحط كتافك لفوق، اتنفس بقوه، كلم نفسك بقوه. قلت له حاسس بيه دلوقتي؟ قال لي فعلا اتغيرت. قلت له رائع، ادفع بالك سكرتيرا، هاف ا جود داي. انت عارف مجرد ما تحرك كتافك مظبوط وتحط تعبيرات مختلفه وتكلم نفسك صح تغير احساسك تماما. عايزك تعمل معايا حاجه دلوقتي، اعملها معايا وانا عارف انك اعملها معايا وانت شايفني دلوقتي. حط كتافك لتحت وحط وجهك لتحت وتنفس بصعوبه وفكر في كل المصايب اللي في الدنيا. بالظبط. وقول ورايا انا سعيد جدا. تنفع؟ ما تنفعش طبعا، لان الكلام اللي بتقوله لا يتماشى مع تحركات جسمك وتعبيرات وجهك. دلوقتي اعمل العكس، حط كتافك لفوق، حط دماغك لفوق وفكر وقول، واعمل قبضه كده كويسه وقول ورايا انا عندي قلق. برضه ما تمشيش، لان
الكلام لازم يتماشى مع التحركات ومع التعبيرات. لو انت حاولت مثلا مكشر وتقول انا سعيد جدا او تحط ابتسامه وتقول انا تعبان نفسيا جدا برضه ما تمشيش. يعني تحركات الجسم وتعبيرات الوجه والتحدث الداخلي يفرق كتير جدا في الشعور والاحاسيس. تعرف من ضمن الحاجات المهمة جدا انك ازاي ممكن تغير تمثيل داخلي عن اي حاجة. لو انت فكرت في اي تجربة من الماضي والتجربة دي فيها شعور واحاسيس سلبية، هتلاقي نفسك استخدمت الحواس الخمسة بطريقة معينة وبرمجتهم في المخ. يعني معنى كده ان اي مؤثر خارجي بيجي لك من العالم الخارجي مش هو السبب، هو الحقيقة السبب هي برمجتك الداخلية اللي انت بتعرف ازاي تتعامل مع هذه الاشياء باسلوب معين. يعني انت لو انسان بتغضب، الغضب موجود جواك، هو مش الشخص اللي خلاك تغضب، هو انت عرفت ازاي تغضب لو في حاجات معينة حصلت. فلو اختلف الزمان او المكان او المادة او الطاقة اي حاجة تختلف هتلاقي ان الغضب يطلع تاني من اول جديد. عشان كده لازم تعرف تتعامل ازاي مع صديق الداخلي ده اللي هو اسمه الغضب، اللي هو شعور واحاسيس سلبية وعالية جدا. تعرف ممكن يكون عندك شعور احاسيس سلبية عالية او تكون عالية ايجابية او واطشة سلبية او واطشة ايجابية. لو شعورك واحاسيسك تكون عالية ايجابية يكون عندك هدف عايز تحققه. لو شعورك واحاسيسك تكون عالية سلبية تكون عندك غضب او حزن. لو شعورك واحاسيسك تكون واطية سلبيا معنى كده ان انت وصلت من حالة من الاحباط جامدة جدا. لو واطية ايجابية تكون وصلت لمرحلة من الاسترخاء. يعني احنا لو غيرنا في التمثيل الداخلي الطريقة نتكلم بيها نفسنا، او غيرنا في تحركات الجسم وتعبيرات الوجه وخصوصا التنفس، وفي نفس الوقت وصلنا لمرحلة الاسترخاء، ممكن اقدر اغير كل ده. في الوقت هنعمل حاجة بسيطة جدا. عايزك تفكر لما تفكر في تجربة، التجربة دي سلبية، وعايزك تفكر يا ترى أول حاجة جات في بالك كانت إيه؟ يا ترى صورة ولا صوت ولا إحساس؟ لأن احنا بنفكر بالصور، فممكن جدا كل واحد فينا عنده صورة معينة ليها موقع في المخ. هل الموقع ده قدامك شمال يمين؟ الموقع موجود فين؟ طالما الإنسان بيفكر بالصور لازم يكون ليها موقع معين، فلو غيرت الموقع ده تغير التجربة بحالها. هسألك سؤال تاني، لو انت عندك فيلم مرعب، ايه اللي بيخوف في الفيلم؟ الصورة ولا الصوت ولا الاثنين؟ يعني معنى كده لو الصوت عالي وبيخوفك، وطبعا في معظم الافلام يدي لك نظارة اللي احنا بنسميها 3 دايمنشنال عشان تخش جوه الفيلم، ويدي لك سماعات عشان تسمع كل الاصوات الجامدة، ففي الحالات دي تتأثر تأثر كبير جدا باللي بيحصل جوه الفيلم. عشان توصل لمرحلة تقدر تحكم في شعورك واحاسيسك لازم تنفصل تماما عن اللي بيحصل في الماضي. لان افتكر اللي انت اتعلمته في الماضي مختلف عنك انت اليوم. اللي حصل في الماضي كان برمجة من صغرك وبعدين كبرت معاك. يعني معنى كده الماضي عمل يكبر جواك شوية 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 لغاية ما انت فصلت وصلت المرحلة اللي انت فيها دي دلوقتي. عشان كده لازم تعرف ازاي تريح الماضي وتريحه تماما. انت عارف من ضمن الشعور والاحاسيس السلبية الخوف، من ضمن الشعور والاحاسيس السلبية الاحباط، القلق، الاكتئاب، التوتر. كل الحاجات اللي احنا بنسمع عليها اليومين دول جايه منين؟ جايه من برمجه سابقه. لو غيرت البرمجه دي ممكن تغير كل شيء. فانا بقول لك لو عندك تركيبه بالحواس الخمسه في كل تجربه موجوده في حياتك وغيرت اي حاجه في تركيبه الحواس الخمسه المخ يرفضها. ازاي يعني؟ لو انا مثلا وانا بفكر حسيت اول حاجه حسيت بيها احساس، احساس داخلي، الاحساس موجود في المعده وعمال يتحرك وفي نفس الوقت تنفسي ضعيف. لو تتنفس بقوة تغير كل شيء، لأن المخ بيتغذى على الأكسجين والجلوكوز. فلما تدي المخ أكسجين كفاية وتحرك نفس المكان، لو حطيت إيدك هنا وتاخد نفس جامد وتحركه لفوق بعدين أكتر وتحركه لفوق بعدين ترميه برا جسمك خالص، هتبص تلاقي أكنه مش موجود في نفس المكان الأولاني. عشان كده بنتكلم الموقع مهم جدا. أنت مثلا عندك صورة، لو اتكلمنا على الفيلم اللي هو مرعب وقلنا ان صورته بتكون مرعبه، طب لو خدت الصوره اللي هي في التلفزيون وحطيته بعيد تفتكر هيكون نفس الرعب؟ طبعا لا. لو خدت الصوره وغيرت كل الالوان اللي فيها خليتها فقط ابيض واسود هتفرق تفتكر؟ طبعا تفتكر. لو حطينا مثلا على كل الناس اللي هم مثلا دراكولا جاي وحطينا له ودان ارانب، ايه اللي يحصل؟ هتبص تلاقي الفيلم كأنه فيلم ما بقاش مرعب، المحتوى زي ما هو لكن غيرنا التركيبة، حطيت له موسيقى حسب الله، حطيت له ودان أرانب، حطيت له خلفية مختلفة تماما، غيرت الصوت، قفلت الصوت. ده معناه إن أي حاجة بتحصل جواك بيكون فيها شعور وأحاسيس عمالة تطلع مع التحدث مع الذات
او مع التمثيل الداخلي بالطريقة اللي بتفكر بيها، اللي هي بالصورة احنا بنفكر بالصور، وبالصوت بنكلم نفسنا، وبالاحساس اللي هو موقع الاحساس في جسمك. تعالوا بس خلينا نتكلم مع بعض ازاي ممكن فعلا وفي لحظات نوقف اي شعور واحاسيس سلبية وبسرعة. خد بالك هنعمل ايه دلوقتي. عايزك تركز مثلا لو حطيت صبعك هنا من غير ما تتعب نفسك، فكر في شعور واحاسيس سلبي دلوقتي حالا، فكر فيها، فكر في حاجة سلبية. بعدين حط صبعك هنا، ما تخلوش فوق عشان انك ما تلعبش، بس بعيد كده، واسأل نفسك تفكر في ايه. هتلاقي نفسك ما فكرش ولا حاجة. ايه السبب؟ لان دي اسمها نقطة التركيز. جماعة المخين الشمال واليمين رايحين لنفس النقطة دي، علشان الاثنين مشغولين في نفس النقطة تلاقي الشعور والاحاسيس ترتاح في ثواني. هنعمل ايه بعد كده؟ عايزك تغير تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، وخد نفس بقوة وتطلع بقوة، ولو سمعت اي صوت داخلي يكون سلبي قول الغي، زي ما قلنا قبل كده في البرمجة الداخلية، وحوله لصوت ايجابي دلوقت. حتى لو عملت كل ده ومع ذلك برضو مش قادر تتحكم في الشعور والاحاسيس، هتبدأ في تمارين اسمها الضغط والاسترخاء. حط ايديك الاثنين مع بعض وهتضغط، اضغط شوية وبعدين سيب تماما، خد نفس جامد وطلع شوية شوية، وبعدين ترجع تاني حط ايديك الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت اعمل نفس الشيء في الشد وارخي تماما، وخد نفس جامد وطلعه تاني.